ازيك؟ اسمك ايه؟ انا خديجة. انت خديجة؟ انا اسماعيل. اسماعيل؟ ما شاء الله. انت ليه بتضحكي خديجة؟ بتضحكي ليه؟ why you are smiling. انا افرح. انت سعيدة؟ سعيدة. انت من انهي بلد يا خديجة؟ انا من ماليزيا. انت من ماليزيا؟ انها بلد رائعة وجميلة. شكرا. اني احب ماليزيا. وماذا تفعلين هنا في القاهرة؟ في القاهرة. ماذا تفعلين؟ تدرسين؟ انا تدرسين في جامعة الازهر. في اي كلية؟ في كلية دراسة اسلامية في قسم الشريعة الإسلامية. ما شاء الله. وهل انت سعيدة في القاهرة؟ جدا جدا الحمد لله. لا تكسبين يا خديجة. لماذا ترتدين النقاب يا خديجة؟ أنا أعلم أن ماليزيا لا يوجد بها نقاب. لأن عادي في ماليزيا ليس يعني زايدة، ولكن في مصر أنا عايزة لسلامة، يعني لحفظة أنا من الشر.